ولا شاهدت ولا سمعت ولا مثل ما قلنا. هذه حبة البركة وكل الناس تعرفها وما تجهلها وتستخدمها سواء في المخبوزات أو في التداوي أو 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 أو. ولكن أنا أبهرتني أنت اليوم والله حقيقة، يعني لا قرأت عنها ولا شاهدت ولا سمعت ولا يعني ولا عرفت هذا الشيء إلا منك الحين يا جماعة. فيها بركة صحيح يا جماعة، بيروينا حاجة الآن أنا سواها لي صراحة. هذا الشاش شوفوا، شاش عادي. أيوة أيوة، شوية شوية شوية. شوفوا يا جماعة، شوفوا قليل ومن بعد لا ما أقدر استنشق أنا الحين، استنشقت يا جماعة والله العظيم أنها تضرب في 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 الرأس من فوق، تنطفي عندك الأجهزة كلها. مثل ما قلنا تسد الأنف من ناحية اليمين وتستنشق من اليسار وبالعكس، إيش الفائدة؟ مزيانة الألم الرأس الشديد، ومزيانة اللي عنده الحساسية والشقيقة. الشقيقة قبل النوم، قبل النوم، ولكن استعمال مرتين في الأسبوع. كيف مرتين في الأسبوع؟ لا يجب استخدامه بشكل مفرط، مرتين في الأسبوع فقط. الله يرحم والديك ويجزاك خير ويكتب أجرك على هاي المعلومة. كل من يتداوى بهذه الحين الطريقة هذه إن شاء الله أجرك مكتوب عند رب العالمين. شكرا جزيلا.